طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر التطورات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حكومة الكاظمي تناشد إيران لضبط ميليشياتها في العراق. تقرير لصحيفة العربي الجديد جاء فيه بأنه على وقع المخاوف المسيطرة على الساحة العراقية من عمليات استهداف جديدة للمصالح الأمريكية في البلاد، قد تدفع واشنطن إلى رد فعل عسكري. كانت حكومة مصطفى الكاظمي قد أرسلت وفدا إلى طهران لمناشدتها للتدخل لضبط الميليشيات في العراق التابعة لها، خصوصا مع المؤشرات على تصاعد التوتر العسكري، إن كان باستمرار استهداف قوافل تابعة للتحالف الدولي في العراق أو الأحاديث عن رصد نقل صواريخ في العاصمة بغداد. طبعا الوفد الحكومي يكمل زيارته إلى طهران اليوم الثلاثاء بمخرجات غير مضمونة كما جاء في التقرير، على حد تعبير أحد المسؤولين الذي أبلغ الصحيفة بأن الوفد توجه إلى إيران بحثا عن حلول وتفاهمات لضبط الأوضاع الأمنية في العراق مع دخول حكومة مصطفى الكاظمي والقوى السياسية فترة حبس الأنفاس، خوفا من هجوم فصائلي جديد يفجر رد فعل عسكري أمريكي بات أقرب من أي وقت آخر. توجه الوفد إلى طهران مساء يوم الأحد برئاسة المستشار في مكتب الكاظمي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق المستقيل عادل عبد المهدي محمد الهاشمي المعروف باسم أبو جهاد الهاشمي، وهو أحد المقربين من طهران، حيث شغل مناصب عدة في المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم خلال تواجده في إيران قبل الغزو الأمريكي للعراق. وضم الوفد شخصيات أخرى تتمتع بعلاقات جيدة مع المسؤولين الإيرانيين على مستوى وزارة الخارجية وكذلك الحرس الثوري وفيلق القدس، من بينهم شخصية ضمن هيئة الحشد يدعى أبو علي البصري. الوفد الذي عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الحرس الثوري إلى جانب مسؤولي وزارة الخارجية سعى إلى شرح خطورة الأوضاع في العراق والمعلومات المتوفرة بشأن نية أمريكية للرد على أي هجوم صاروخي آخر على سفارة واشنطن في بغداد أو معسكر فيكتوريا المجاور لمطار بغداد الدولي والذي تتواجد داخله وحدة مهام أمريكية ضمن قوات التحالف الدولي. مسؤول في مكتب الكاظمي تحدث لصحيفة العربي الجديد وقال بأن الوفد يسعى لتحقيق تفاهم مع إيران الدولة على حد تعبيره، وأشار إلى أن الهدف هو أخذ ضمانات واضحة من المسؤولين الإيرانيين بشأن مساعدة الحكومة في فرض القانون والنظام. ومن المؤمل أن ينهي الوفد زيارته اليوم الثلاثاء بلقاء مسؤولين في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي للغرض ذاته. كشف عن مساعي الوفد لضبط تمرد كما سماها ثلاثة من الميليشيات على حكومة مصطفى الكاظمي وإخضاعها لقرارات الدولة، وهي كتائب حزب الله والعصائب والنجباء. طبعا يسعى الوفد لضبط كما قلنا تمرد ثلاث ميليشيات مسلحة هي حزب الله والعصائب والنجباء. في هذا السياق تحدث برلماني طلب عدم ذكر اسمه، تدرون كلها تخاف، عن رسالة من الكاظمي حملها الوفد تشرح الموقف كاملة للقيادة الإيرانية، ولفت إلى أن إفاد الهاشمي جاء كونه هو محل ثقة من الحرس الثوري وكذلك من المسؤولين في إيران، وأشار إلى أن حكومة الكاظمي تريد التعامل مع طرف واحد في أزمة الفصائل المسلحة لوجود تباين في مواقف مؤسسة الحرس الثوري عموما والمسؤولين الإيرانيين الرسميين. نريد نسمع آراءكم أعزائي المشاهدين. الجماعة يتحدثون عن السيادة وعن أن ميليشيات الحشد بكافة فصائلها هم تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي. دز أرسل وفد برئاسة محمد الهاشمي المستشار في رئاسة
الوزراء للتوسط لدى الإيرانيين، عمي الحقونا خلي الجماعة يوقفون، ترى الوضع مو هو، لأن الأمريكان ناوين علنية ضرب هذه الميليشيات وضرب مواقع في العراق. معنا اتصال أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم، شلون اسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد، اللعب صار على المكشوف. تحية إلي. اللعب صار على المكشوف. نعم. يعني عمي دزينا وفيد لمناشدة إيران حتى تضبط ميليشياتها بالعراق، لأن ما يقدرون الجماعة عليهم. صحيح. نعم. أستاذ عمر، بحلقتكم السابقة بالأسبوع الماضي تحدثوا عن الانتخابات. وايضا اتصلت بكم وانطيت راي موقف الشارع العراقي من الانتخابات، واعتقد ذكرت لكم انه الانتخابات ما تصير بهاي الوقت اللي حدد الكاظمي، لان هم وصلوا مرحله هسه الميليشيات والاحزاب انه ورقتهم احترقت عند الشعب العراقي. فبداوا يفتعلون ازمات مثل ما فتره المالكي لما افتعل ازمه وسحب قوات من المناطق وسط وشمال العراق وخلاها تسقط بالداعش، نفس السيناريو يريدون يسوونه، لان هم يدرون بنفسهم احترقت ورقتهم هنا امام الشعب، والانتخابات ما راح تنجح ولا راح تصير. فبداوا يغذون النزاع بينهم وبين حكومه الكاظمي، والكاظمي ايضا ما اعتقد راح يكمل فترته، يا اما يدفعون الاستقاله ويستولون على الحكم. وإذا أصر على موقفه الكاظمي أعتقد لربما يكون ضحية نتيجة هذا الصراع المحتدم بيناتهم. والشعب هنا الرأي العام اللي يسود الجنوب العراق أنه إيران مثلت هاي المسرحية، مع أنه هم ما لهم علاقة وهم ما لهم دخل بالميليشيات، وقع نزار بغداد وقال احنا ما لنا دخل بكم، هذا حتى يمتصون غضب ونقمة الشارع العراقي هنا، وأنه يحاولون يوهمونه ويخدعونه من جديد، ويحاولون أنه يدعون أنهم ناس أبرياء وما لهم دخل بالحكومة وما لهم دخل بالأحزاب والدفع مو من عندهم. هاي مسرحية أمام الرأي العام وأمام الناس أنه حتى تغير موقفها ورأيها من إيران وترجع مثل قبل موالية لإيران. نعم. والحقيقة هي أنه إيران تمثل دورين، نعم، دور البريء أمام الشعب العراقي وأمام الرأي العام وأمام وسائل الإعلام وأمام جميع الناس اللي تراقب هذا الوضع وهذا الشيء. زين أبو محمد، هذا الوفد اللي توجه إلى إيران من يوم الأحد للتوسط. نعم. لضبط الميليشيات المرتبطة بها في العراق، ما قدر هذا الوفد يتحرك على هذه الميليشيات وهي موجودة داخل العراق؟ شن فسره؟ أستاذ عمر، هذا ما راح للتوسط، المفروض أنت تذكر تقول هسه راح للتوسل، راح يتوسل بروحاني وحكومة روحاني، وكيف شلون يعني ردوا اليوم على تصريحات مقتدى بازدراء واستهزاء واستخفون دي، واليوم يمكن شفتوا الاخبار وتابعت انه احد قيادي التيار الصدري بالديوانيه قتله العصائد، وهي راح تعلق بيناتهم ترى، وان شاء الله كيدهم في نحرهم بيناتهم وبعثهم بيناتهم. نسال الله ان هم ناس مجرمين اجرموا بحقهم. نعم. أنا أشكرك أبو محمد من السماوة كان معنا. طبعا من جهته هي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد قال في مؤتمر صحفي له يوم أمس حول زيارة وفد حكومة الكاظمي، قال بأنه تم إجراء مباحثات بشأن آخر التطورات من دون المزيد من التفاصيل، واعتبر بأن هذه المشاورات بين الطرفين أمر مألوف وعادي. وعلى صعيد متصل اعتبر خطيب زاد بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو حول الهجمات على السفارة والقوات الأمريكية في العراق أمر مشكوك فيه للغاية ومشيطاً كما قال، وأكد بأن إيران لا تسعى إلى إثارة التوترات، غير أنه حذر واشنطن من مغبة أي تحرك ضد بلاده، وقال سندافع عن مصالحنا الوطنية بكل قوة وحزم، وكشف عن إرسال طهران رسالة للولايات المتحدة لتحذيرها
كما قال من مغبة أي تصرف وتحميلها مسؤولية ذلك من دون أن يسمي الجهة التي نقلت عبرها الحكومة الإيرانية هذه الرسالة. أكد زاد بأن إيران ترفض الهجمات على المقرات الدبلوماسية والسكنية. زيارة الوفد الحكومي إلى طهران تتزامن مع استمرار حملة التحشيد العسكري والأمني في مناطق عدة من بغداد، مع نصب حواجز تفتيش ونقاط مراقبة خصوصا في محيط المنطقة الخضراء التي يتوقع بأن يتم إغلاق طرق قريبة منها خلال اليومين المقبلين بحسب مصادر أمنية، فيما سجلت خلال اليومين الماضيين 3 هجمات بعبوات ناسفة استهدفت أرتالاً تحمل معدات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مناطق متفرقة في بغداد وجنوب العراق، وتحديداً في بابل والديوانية ومثنى وسط العراق. وكذلك طبعاً هذه الأرتال كانت تحمل أطعمة ومياه معدنية ومولدات كهرباء. في السياق ذاته نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصادر أمنية في بغداد أنه تم رصد عملية نقل صواريخ إلى إحدى مناطق شرقي العاصمة تمهيدا لقصف المنطقة الخضراء في احتفالات رأس السنة. ونقلت وكالة السومرية نيوز المقربة من السلطات الحكومية عن مسؤول أمني في العاصمة بغداد بأنه تم رصد معلومات عن قيام مجموعة بمسلحة بعملية نقل صواريخ نوع جراد في إلى حي العامل شرقي العاصمة بغية استهداف المنطقة الخضراء في ليلة رأس السنة، وأوضح بأنه تم إصدار توجيهات أمنية لمراقبة وتفتيش المناطق التي يحتمل وصول الصواريخ إليها، كما وجهت بمتابعة أي تحركات مريبة. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل، تفضل أبو عبيدة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك بك وبارك حياك الله. الراقدين القناة المفضلة الكريمة الأصيلة، الله يخليك ويحفظك، اللي تقول الخبر الصادق، يعني الصادق. الله يسلمك. والله يا أخي إيش نحكي على هالميليشيات؟ هو رئيس الوزراء هو اللي فتح لهم المجال. أنت تمثل دولة، رئيس دولة، يعني تخلي إيش ناس تلعب شرق وغرب كيفه؟ قائد إذا بقى مدينة كاملة أو دولة بأكملها يحكم، ما حد يرفع رأسه، ما حد يسوي كذا. مو هالميليشيات بحث تلعب، هي الأحزاب السعيدة بحث حقه يا أخي. هو السعيدات هالوفد، هذا الإيران شو راح يسوون؟ الوفد راح من عنده؟ نعم. هو أخذ من يوم اللي لبسوه البدلة مال، إحنا نتشرف بكل العسكر، نتشرف بكل قيادي عسكري أصيل. نعم. يخدم هذا البلد، هذا اللي يخدم هذا البلد، هذا هو يفيدها لازم، ما يضرها. انت من دزيت وفد لايران انه تتبحثون بهاي الامور يا اخي، تدز لك ناس اذكياء، ناس واصله، ناس فاهمه، مو ادز اني من نفسهم الميليشيات. بنهايه عن الميليشيات قاعد تهدد بالصواريخ اللي راح على السفاره الامريكيه، شنو هي اذيه المواطن هذه؟ يعني ذاك اليوم من انطلقت الصواريخ من 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 يم الخضراء وغيرها، اذت من اذت البشر العراقي، المواطن العراقي عوائل بعد تضرب من وراه. انت اذا ما تعرف بالقياده العسكريه وتطلق صواريخ وما عندك احداثيه، على شنو قاعد تضرب؟ هي قاعد بيها المواطن العراقي. يا اخي هذه انتخابات، احنا المنتخب بعد نفس الوجود قاعد تتكرر. يعني هسه ابسط دليل انطيق انه الانتخابات اللي قاعد تجي او غيرها واللي قبل، هي نفس الوجوه، هاي 4 مراحل 5 مراحل غيرت وجوه، تطلعوا من هاي العقول النيره، هاي الاساتذه، من هاي الاطباء، من هاي الناس اللي قاعد مثقفه. يعني عندك ابسط دليل، هذا الساعه الخريجين حامل شاطه معلقه ببيته، ليش ولا يشتغلون عمال؟ يا اخي طلعوا هذول حيلوهم للتقاعد وخلوا ناس مكان. نعم. خلي اللي يجيبونهم يخدمون البلد الشباب. زين ابو عبيده. من الاحزاب. نعم. يعني أبو عبيدة، إيش بقى من السيادة وإيش بقى من اسم القائد العام للقوات المسلحة إذا يرسل وفد وبشكل رسمي وعلني إلى إيران للتوسط لدى إيران لضبط ميليشياتها في العراق، وهذه الميليشيات اللي يقولون هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ لا يا أستاذ عمر. نعم. هو الكاظمي نفسا يمشي تحت أمرة إيران.
يمشي تحت أمرة إيران، سوى هالشي سوى هالكذا، ترى اسمه بالحصاد منجل مكسور، هم داعمين شنو الحكومة بحزة والميليشيات من اللي واقع بيها الفقير قاعد يتألم. شوف هذا السجون الترس الترس كلهم من ورا الميليشيات، كلهم من ورا الميليشيات يا أخي، ما خدموا البلد، ضروا البلد ما نفعوه. نعم. وأنا أشكركم. أنا أشكرك أبو عبيدة من الموصل كان معنا. في اتصال ثاني ولا نكمل؟ نعم. مصادر عسكرية في العراق كشفت اليوم الثلاثاء عن قرار تمديد حالة التأهب الأمني بالعاصمة بغداد حتى 20 من الشهر المقبل تخوفا من الميليشيات المسلحة الحليفة لإيران. وشهدت الساعات الماضية استهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي في بلدة الديوانية في مدينة الديوانية جنوب العراق، أدى لإعطاب إحدى شاحنات الرتل التي كانت تحمل مواد غير عسكرية لصالح معسكر للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تنفذ القوات الحكومية منذ 8 أيام عملية انتشار عسكرية لآلاف العناصر، ويبدو أنه هذا الانتشار شكلي فقط، يعني لا ألقوا القبض على خارج على القانون مثل ما يقولون ولا على مطلقي الصواريخ. الانتشار كان قرب المنطقة الخضراء في بغداد، دوريات راجلة، حواجز تفتيش، نقاط مراقبة، وكذلك طيران مسير لأغراض المراقبة كما قالوا. معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله أخوي هذا الموضوع يعني مثل ما يقول طال الحديث فيه وحديث متشعب. نعم. ولحد الآن يعني ماكو أي نتيجة. ألو. نعم معك أبو زينب. الحديث عن أنه الكاظمي أرسل وفد إلى إيران، وفد رسمي للتوسط لدى إيران لضبط ميليشياتها في العراق، زي مو هاي الميليشيات، هذه الفصائل تحت أمرة الكاظمي. هو يعالج الموضوع هنا، مو عنده قوة عسكرية وهو قائد عام للقوات المسلحة. لعد هو قدرته بس على المواطن الضعيف المواطن البسيط، يعني إذا هو البلد ما يقدر يضبطه بالداخل يروح يتوسل بدولة أجنبية يقول تعالوا ضبطوا جماعتكم، يعني هذا مو منطق. نعم. هذا خاضع اولا اجنبي متجاوز الحدود، هذا خاضع للقانون، هذا لازم يزج بالسجن ويقدم الى المحاكمه. نعم. الحل الاساس قطع العلاقات نهائيا مع ايران وتنتهي كل المشكله، ما نريد منهم لا نفط ولا غاز ولا غاز ولا كهرباء ولا ابد، يعني مو عيب عليهم بلد نفطي والغاز مالته صار له 70-80 سنة يشتعل، ونستورد من إيران كهرباء ونستورد غاز، طيب ليش ما يعالجون الغاز اللي عندنا وأحوله إلى محطات لمعالجة الغاز وأسوي قسم غاز سائل للطبخ وقسم غاز للمحطات وأبني محطات جديدة؟ أنت تعرف ما يستوردوه فقط كل سنة 2,650,000,000 دولار فقط غاز وكهرباء من إيران، بينما يقول لك معالجة ذني خمس شو اسمه آبار أو حقول غازية بالعراق. نعم. كلها وتنشأ وتنتج وممكن حتى تصدر كلها ب450,000,000 دولار، يعني الفارق 2,200,000,000 دولار هباء تروح بلاش كل سنة. ليش؟ نعم. معامل معطلة، مصانع معطلة أكثر من 5,000 ومعمل ومصنع حكومي معطل من 2003 للآن، هذا يقضي على البطالة ويقضي على الاستيراد من الخارج. يعني ذاك اليوم شفت باليوم الواحد فقط النجف تنتج باليوم الواحد 2,000,000 كيلو طماطة. نعم. وبمئة دينار ما حد يشتريها تالي توصل وبالسعودية طوية. طيب ما عندكم مصانع تعليب كربلاء؟ ليش ما تحولوا إلى معجون؟ ليش تستورد المعجون من إيران ومن تركيا ومن السعودية ومن مدروين؟ وين راحت معاملنا ومصانعنا؟ جاي يقول لي أنه يروح الدولة أخرى وتعال أضبط من ياشاتك الإزمة قص وطلع على التلفزيون، لأن هذا متجاوز الحدود. أنت من الجاز عليك تجي تتدخل بلدي؟ لو احنا عندنا جماعه رايحين عراقيين بايران يرحموهم اذا يلزموهم، لو يسرموهم يسرهم.
نعم. فأخويا الحال هو قطع العلاقات نهائيا مع إيران. زين أبو زينب، من يقطع العلاقات؟ بلي. إذا هم تابعين لإيران. الحكومة. الحكومة هي اللي قاعدة تتوسل بالإيرانيين. الحكومة هي تتوسل بالإيرانيين، عمي الحقونا بس اضبطوا ميليشياتكم. تقدر تقطع علاقات؟ إذا عزت الحكومة فعلى الشعب أن يتحرك. نعم. لأن الحكومة هم أزجد تحسبهم 100 200 1000 2000 10000، بينما الشعب 40 مليون. وحتى شرعا مصلحة المجموع فوق مصلحة الفرد أو السلة القليلة، بس احنا عندنا شعب مسطح، فكره انتهى، مغيب، كل شيء ما يفتهم، شعب جبان ما يستحق الحياة. لا مو لهالدرجة، لا مثارة مثارة، ومئات الشباب قدموا أرواحهم في ثورة تشرين أمام هذه الآلة العسكرية وأمام هذه الميليشيات وأمام الدعم الدولي للحكومات، والناس قالت صوتها. ليش احنا نذكر هذا الشيء؟ والنتيجة شنو؟ سحقهم سحق. الإمام علي عليه السلام في بيش يقول؟ عليه السلام يقول رد الحجر من حيث جاء، فالشر لا يدفعه إلا الشر. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أبو زينب من النجف، كان معنا. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد. نعم وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو زينب قال إحنا ليش نستورد من إيران هذا الغاز والكهرباء والنفط؟ الجماعة ألقوا القبض على واحد من العصائب، الدولة سقطت، وهسه دا يتوسطون يم إيران، عمي تعالوا بس هدونا جماعتكم، لأن الوضع مو هو سعودية أيضا. نعم والله أستاذ عمر، إحنا أنا أشكرك على برنامج. الله يسلمك. أنتم سباقين بالحلقات أو هذه المواضيع، الأمور اللي تتعلق بالوضع الحالي. الله أخي العزيز، بالنسبة للكاظمي، يعني الكاظمي ما بيده أي شيء، يعني لا يعني أي أمر يحسم يقدر يحسمه ما يقدر، يعني حاليا الوضع الحالي ما يقدر. أبسط حل اللي سواه هو بعث وفد لإيران لكي أنه يتوسط حتى يخففون التوتر اللي من قبل الميليشيات. إيران يعني هذا شيء أكيد وأنا متأكد من عنده، راح تقول له احنا بالنسبه لنا موضوع الميليشيات او الحشد هم يغزلوه، احنا ما لنا علاقه به، احنا ما لنا سيطره عليه، وما لنا احنا تواصل وياهم، واذا يضربون او شيء احنا ما نقدر نمنعهم. يعني شنو؟ حتى انه يظهرون انهم ما لنا علاقه، لكن هم بالخفاء هم يحقون هاي الميليشيات. اذا احنا بالنسبه لنا يعني كبلد العراق هو المتضرر الاول، يعني لا رئيس وزراء يقدر يحل الأمر، ولا إيران هي صادقة بالنية أنه تنهي هذا الأمر اللي يصير بالعراق، وضرب يعني القنصليات أو المراكز الدبلوماسية، لكن أنه يعني تعرف تشتغل بالخفة دائما، يعني دائما تحرك الميليشيات العصائب ولا السرايا ولا غير هاي الأسماء المتعبة. ثاني الموضوع الغاز وتقطع الكهرباء، ليش احنا يعني العراق هو بخيرات، يعني بالانبار عين عكاز ما يسموها، وهوايه مناطق البصره غيرها، ليش اني اروح لايران واتوسل بايران؟ ايران ليش سوت هذا الحاله؟ ليش سوت هاي الحركه قطعت بهاي الفتره عن العراق؟ ليش؟ شنو السبب؟ يعني السبب انه حتى ضيق الخناق على العراق اكثر من اللي حاليا موجود، يعني فوق مو هو انه الدولار صاعد والسعوديه بدات تتحرك منا، يعني حتى انه انت ترجع تسوي مثالي عليهم. زين السعوديه تقول لك انا يابا انا جا انطيك اجهزك وانطيك بلاش عن طريق محافظه الانبار، يطلعون الميليشيات، لا هاي السعوديه هي جابت ارهابيين، هاي السعوديه من عندها، وهاي هيك وهاي هي وهابيه، وهذا الكلام وتعرف انت كلامهم هذا اللي داي يضيعوا. لكن انت تصور وخلي في بالك، يعني هسه حاليا الوضع اللي بالعراق اللي دا يصير تحركات امريكيه قويه جدا، وموضوعها يعني واضح جدا، يعني بالخليج العربي بالمنطقه كلها. هل انه امريكا عندها تحرك جاد تجاه الميليشيات تجاه ايران؟ ما نعرف، يعني امريكا تدري هي اللي جابتهم، وامريكا ما صادقه بالنوايا، يعني سوى حركات، يعني شلون نقول
استخفافية، حركات تخويف، يعني من هاي الأمور. لكن احنا نقول أملنا بالله سبحانه وتعالى انه يكون الأمر نارهم بيناتهم، بس لا يكون الأمر بالعراق، وهذا ما حذرنا به سابقا. يعني العراق يعني على شفا حفرة. نعم بالضبط، على شفا حفرة. العراق هو منتهي أصلا، يعني ما بقى بشيء. شنو اللي بقى؟ نبو سلبو قتلوا، ما خلوا أي شيء بالعراق. يعني العراق على وضع ما تقول شو أقول لك بعد. الكاظمي لا يحل ولا يربط، الأمر ما بيده، ويهددون يضربون قصريات، يسووا استعراض ورقم عن خشمة، وتوسط له هذا شو اسمه أبو الأمن الوطني. يعني هل هو سحبهم من الشارع بأنه بشرط يطلقون سراح هذا الشخص، وراح سوى استعراض تمشى بالكاظمية ما أعرف وين، وثاني يوم قال احنا مستعدين للمواجهة، واحنا من شنو بالليل ردوا قال نقص اذنك. زين يعني شنو مرت الثانية اذا حكيت نقص اذنك الثانية وما حكي. وهذا يوم يعني لحد اليوم وانت متابعين هذا هو. فيا اخي العزيز، وضع العراق مهم يعني تعبان، وضع العراق يعني مخجل الى درجة. والله ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هيجي سياسيين من السنة ولا الشيعة ولا كرد. نسأل الله العظيم انه ينتهون قبل السنة الجديدة ونخلص منهم هاي الوجوه القذرة. وعلى الشعب العراقي هو يحسم امره بايده، اذا الشعب العراقي يتحرك وبصورة صحيح. واني قبل اكثر من حلقة حكيتها قلت احنا مو بس حكومة ارادنا تغيير، صراحة والله ارادنا تغيير الشعب اللي نايمين، وبالذات الموظفين قطعت رواتبهم وطلعوا، رجعوا رواتبهم وقعدوا بالبيوت. يابا انتوا شتوا شيء، ما اعرف شنو البشر هذا، ما اعرف شنو يفكر. زين انت اخوك ابن عمك ابنك مو كلهم قاعدين، كلهم كسبه عاطلين، يعني انت شلون تعيش براتب واحد؟ شلون تعيش عائله كلها؟ ما تفكر يعني، تفكر بس بنفسك. وهذا اللي احنا اللي دا نعيشه حاليا، الواقع الحالي موجود. زين فمع الاسف يعني، مع الاسف عليه الشعب نايم، شعب تعبان يعني بعد شي يشوف النوم. غاز ماكو، كهرباء اشبعوا، هاي شتا جاكم اشبعوا، غاز ماكو، نفط ماكو، مواد غذائيه راح تصعد. خلي يشوفون اللي راح يشوف، ما ادري شنو امريكا النوم ناوي على العراق، الدول الاوروبيه والعراق صنفوه تدري من كل الامور، جوازه مع المكان المعيشي، يعني كل تصنيف يعني افشل الدول، تعليم غير كل الامور. يعني ماكو اي دولة تصنفت مثل تصنيف العراق. والله تفشلنا بين الناس والله. يعني مع الأسف. الله يعين، الله يعين والله يفرج. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال محمد من هولندا. تفضل محمد تسمعني؟ محمد من هولندا، يبدو اننا فقدنا اتصال مع محمد من هولندا. خلونا نقرا رسائل الواتساب. يقول السلام عليكم دكتور عمر، مثل ما قال ابو زينب من النجف، يجب قطع العلاقات مع ايران، ولكن امريكا الملعونه لا ترضى قطع العلاقات مع ايران، اخوكم لاجئ عراقي. رسالة من صباح مقيم في ألمانيا يقول السلام عليكم، يقول زيارة الوفد إلى إيران أكبر دليل على المستوى الواطي كما سماه لما تسمى حكومة العراق، وهذا يعني خوف الحكومة من الأحزاب. أما الانتخابات من الآن، قرر الصدر أن يدخل ويطمع في رئاسة الوزراء، إذن الانتخابات مهزلة. لك الله يا عراق، لك الله يا شعب العراق. تحياتي واحترامي لقناتكم وجميع العاملين فيها وأستاذ عمر المحترم، أشكرك أخي العزيز. رسالة يقول فيها حسام، يقول السلام عليكم، يعني إيران تلعب على الشعب
العراقي وتمثل دور المنقذ للعراق وليست لديها أي علاقة بمصائب العراق، بس على منه؟ يقول إن شاء الله إيران مع أمريكا إلى المزابل مع عملائهم عن قريب. محمد من هولندا يعاود الاتصال معنا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني شبيها إذا حكومة الكاظمي أرسلت وفد رسمي وعلني إلى إيران للتوسط لضبط الميليشيات المنضوية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو الكاظمي واللي تصرف رواتبهم من ميزانية العراق، شبيها يعني؟ والله هي مسرحية يا عمر. نعم. راح تصلي. أنا فاتت هاي مسرحية. مطار الكاظمي وإيران. هاي مسرحية شوها لأنه خوف من ضربات الأمريكية اللي شافوا الهواصة مع ترامب وصلت الهواصة النووية. نعم. وهم خطوا هذا خطأ كبير. وهم صوروا هاي مسرحية على أساس يا مسكينة ما لها علاقة. اللي ضربوا الأمريكيات بدون إذن. يعني معقول ان الشيء يضربون السفاره بدون اذن من ايران حمار؟ شنو احنا غشنا وما يتحكون؟ هم ايران سوتهم، هم قالتهم تيس الخزعري وعبد العامل وجماعته هم يقدمون ايران ولا هم يستطيعون. هاي مسرحيه خلطه من ضربات امريكا. لكن يعني قابل تعبر يعني اذا مثلا اليوم او باشر تم قصف السفاره الامريكيه هاي راح تعبر على الامريكان يعني مثلا لو شلون؟ علي من يضحكون؟ إذا ضحكوا على نفسهم ما يضحكون على الأمريكان. حبيبي القمر القمر الأمريكان ما حركوا أسلحتهم بلاش. هم كسروا جامع السفارة الأمريكية، قطعوا سليماني والمهندس قطعوهم. حتى ضربوهم صواريخ. الأمريكان عايشين بعد لا محالة حيضربونهم. ترى ما تنتهي مدة ترامب حيضربوهم إن شاء الله. أتمنى هذا الشيء. ما أطلع عليكم تحية القمر والمشاهدين جميعا. شكرا. أنا أشكرك محمد من هولندا كان معنا. أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن، الكاظمي أرسل وفد إلى إيران، صار له من يوم الأحد هناك، الجماعة دا يتوسلون بالإيرانيين، عمي تعالوا أضبطوا جماعتكم، لأن تدري الكاظمي اعتقل واحد من العصائب، بغداد رادت تسقط أو شبه سقطت. أخوي عمر هي سبحان الله يقول لك احنا سياسيين او اي سياسة يتحدثون عن هيبة الدولة، يعني هذا لما يدز هيجي يعني هيجي واحد مثلا يدز الايران يعني شنو يعني يستجدي هذا عراقي هذا يعني من العار ان يصير بالعراق هيجي شيء، يعني يقول لك احنا سياسيين بدل ما يعني ما يشوف حل للعراق وما يعرف اذا بيعرف يحل أزلا سوي له عقدة ما يقدر يحلها. يدز وفد يعني تهدئة الأوضاع. شوف العقول التعبانة وين توصل. هم دول سياسيين، هم دول عراقيين، دول قشامر أخي عمر، دول قشامر. بس أبو حسن هذا دلالة واضحة ومو جديدة على العراقيين بأنه إيران هي المتحكمة وهي الفاعل الرئيسي في العراق، خاصة على 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 ميليشياتها هي اللي تسيطر على الوضع الأمني، يعني ما حد يقدر يرفع راسه من الحكومة اللي هم أتباع لإيران. أخي دي يقود العراق طلعات إيران. لا تقول عندنا مخابرات ولا تقول عندنا أمن ولا تقول عندنا جيش هو 93% ميليشيات. المخابرات مو مخابرات عراقية، المخابرات العراقية كان لها دور ولا صيت ولا قدره وقياده، هذول قيادتهم ايران، هم جابتهم ايران في سبيل تدمير العراق واهانته وتدميره على مستوى عالي، يعني هم الامريكان مطيهم الضوء الاخضر. نعم. يعني الامريكان يعني خلي كل واقعيين اخوي عمر. نعم. يعني هسه لما صارت حرب ويا دوله صارت مشكله بيننا وبين شخص، يعني هذول سووا تقريبا العراق سوريا لبنان اليمن وباقي بعد دول مستمره، زين يعني احنا نقلب احنا صرنا يعني شلون هذول شنو يعني بكيفهم يمشون؟ بس غير اكو امريكا تعيدهم اخي، تعيدهم امريكا واسرائيل، يعني اكون على ثقه يعني لو يزور العراق الخير دول الامريكات كان من زمان جابوا عراقيين من عندنا وبينا ويحكمون البلد ويستقر البلد. نعم. بس هذول جابوا عملائهم اللي كانوا بشوارع لندن وبحانات نيويورك وبمزابل التاريخ وجابوهم يحكمون العراق، ما يفتهم شنو السياسة؟ والله هذه جماعة تهدئة الأوضاع، على من يضحك هذا؟ عن ليه يستحي ويقول لك أنا كل ما صار مشكلة
وقال له دم مش برقبتي، دم مش برقبتي. لك بابا وينك وين شروخك انت؟ وينك وين اداره الدوله؟ زين هذا الاستقتال العاصمه. نعم ابو حسن، هذا الاستقتال يعني من اجل ايران وجعل العراق ساحه معركه بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، والضحيه هو المواطن، هو الشعب العراقي. شو نفسر هذا الاستقتال من قبل هذه الميليشيات؟ يعني على الاقل الحكومه تكون رادع على اقل شيء، يعني مو يعتقل واحد ويهددوه ويهده بنفس الساعه ويقول له تعال نبص اذنك ويهددوه يقول تعال نبص اذنك. نعم هي دولة عمر اخويا، دولة ايرانية، الله يسر عليك. شنو تختار؟ هم دولة نساء ايران يا اخي، قلت لكم قبل دولة نساء ايران. هذا لما يروح السعودية راح لايران، فيقول لك اكو مثل عربة عندنا المرأة تتبع رجلها، هذا نسوان ايران، دول كلهم نسوان ايران، من هذه العامري الى المالكي الى الجعفري الى عادل عبد المهدي، وشاب بالمجلس الاعلى، وشاب يسوي مؤامرات على العراق. نعم. وغيره وغيره وغيره. فالعراق ما ينتبهون الى اخي، ذولا كلهم عملاء سفله منحطين لا دين ولا ديانه، ومو عراقيين. لو عراقيين كان بنوا مدرسه. نعم ابو حسن. مستشفى. انا اشكرك ابو حسن من بغداد. اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. طبعا مصادر عسكريه او بحسب مسؤول عسكري في قياده عمليات بغداد، فان السلطات قررت الابقاء على حاله التاهب وعمليه الانتشار الأمني الحالي حتى 20 من الشهر المقبل، مع الاستمرار بعمليات الرصد والمتابعة لأي أنشطة خارجة عن القانون. والله جدنا الضحكة صراحة من هذا التصريح. أضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأنه تم تفعيل نظام العقوبات لكل مسؤول أمني تشهد منطقته التي يشرف عليها أي خرق أمني في هذا الإطار، ويتحدث مسؤولون عراقيون عن خشية من رد فعل عسكري أمريكي في حال تكرار عملية قصف السفارة الأمريكية في بغداد التي شهدت الأسبوع الماضي قصفا واسعا ب 21 صاروخ كاتيوشا. تمكنت منظومة الصواريخ الأمريكية الموجودة في حرم السفارة الأمريكية من إسقاط معظمها. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا. تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك. تفضل. طبعا تحركات الميليشيات هي مو يعني وليدة هذا اليوم. نعم. احنا نعرف النفوذ الايراني قوي بالعراق، والنفوذ الايراني هي جابتها امريكا اساسا. نعم. اللي تلعب لعبتها بالمنطقة يعني. فكل اللي دي يصير من الميليشيات كلها هراء وكلها كذب، يعني دي يقشمرون العالم على اساس هم يهددون الحكومة ويهددون الامريكان، فهم كلهم عملاء الامريكا وعملاء الايران. لأن إيران هي اليد الطولة لها بالعراق من قبل أمريكا في سبيل جلب كل الدول اللي هسه أوراقها اعتمدوها بالنسبة لليبيا وسوريا ولبنان، جلبها إلى التطبيع. وإحنا نعرف هذا شيء قديم، الصراع موجود بالعراق حول القضية الفلسطينية. فإيران أداة بيد أمريكا وإسرائيل، هي تحركها. يعني حتى من دا يضربون، احنا قلنا البارحة بالحلقة قلنا انه دا يضربون السفارة بالمحيط، ما دا يضربوها داخل السفارة. اذا يضربون داخل السفارة بمعنى ضربوا أمريكا. هاي كلها افلام مشغليها على الشعوب، حتى الشعوب تصدق انه على اساس الحكومة هاي وطنية والحكومة الإيرانية وطنية، انه ضد امريكا وضد اسرائيل. هاي كلها افلام هندية يا استاذ. وديش اسرائيل خي يروح يضربوها على الجايين على روسيا؟ ما يضربون اسرائيل. نعم. ما عندهم القدره، لان هم اتباع لاسرائيل. هم اتباع، هم ما اجوا للاسلام اصلا الا بالسيف، فهذول كلهم اتباع امريكا واسرائيل. ايران فقط يعني الحكومة الإيرانية، منقول الشعب الإيراني، الحكومة الإيرانية كلها عميلة بيد إسرائيل وأمريكا. هاي الضربات والحصار كلها أفلام في سبيل يقولون للشعوب الإيرانية أنه ترى حكومتكم وطنية وضد أمريكا وضد إسرائيل، بس هاي لعبة دا يلعبوها في سبيل الوصول إلى مأرب حتى
يكون التطبيع وده يهددون الخليج كله، وده نشوف هسه دول الخليج يعني بدت يعني تطبع مع اسرائيل و... نعم هاي كل هذول فاشوشيه. اصلا الميليشيات كلهم اكبر جبناء زين، وحتى الاعتقالات اللي دا تصدر سبق قبل ما تصدر يقولوا له الشخص قبل ما يعتقل من قادة الميليشيات يقولوا له اهرب راح يصدر عليك امر قبض، مثل ما هربوا النصراوي محافظ البصرة وغيره وغيره وغيره. كلها افلام دي مشوها على الشعوب في سبيل مأرب معي. نعم واني اشكرك. واني اشكرك ابو ايسر من تركيا كان معنا. رسالة من أم محمد تقول فيها: السلام عليكم، أنا أم محمد من الأنبار، نطالب مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين المظلومين، فرحوا أهلهم بهاي السنة، حرام الأمهات محرومة من أولادها، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعينك أم محمد، بس والله يعني يبدو أنه المناشدة لا تنفع مع هؤلاء لأنهم ليسوا أصحاب قرار، والجماعة ما يقدرون على الميليشيات اللي هي حاكمة البلد، فأدعي الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. نعم سعد من السعودية، تفضل سعد. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. بارك الله فيك يا أخونا عمر، بارك الله في هذه القناة المباركة. يا أهلا بك. أنا بس الشيء واحد محيرني، أنت يا الكاظمي إذا كانوا هذول اللي صابوا يطلقون على كيفهم ويقتلون على كيفهم، أنت وش دورك؟ يعني ما في أي سلطة لك، يعني ما في شيء مبين إنك رئيس وزراء. أي رئيس وزراء أنت؟ والله العظيم بس عاد القدر هو اللي جابك للمكان هذا، لكن الحمد لله البوادر كلها بوادر خير، وإن شاء الله إن الشعب هذا منصور، لأنه هذا الشعب هو رأس تاج الشعوب، وإحنا معاكم إن شاء الله في كل سراء وضراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا تمارس قوة سياسية مرتبطة بالميليشيات من خلال نوابها في لجنة الأمن البرلمانية تدفع باتجاه تحويل مهمة ملف ملاحقة واعتقال مطلقي صواريخ الكاتيوشا إلى هيئة الحشد الشعبي. على الجانب الآخر حملت قوة سياسية الحكومة مسؤولية إدارة الملف الأمني بالعاصمة، داعية إياها إلى ضبط الملف ومحاسبة الجهات المتمردة على القانون. إلى ذلك بدت تأثيرات الإجراءات الأمنية واضحة على حركة السير والمرور في أغلب مناطق العاصمة، والتي أبدى مواطنون تذمرا من الاختناقات المرورية في الشوارع والتي حالت دون وصولهم إلى محال عملهم. هو بس المواطن واقع بها. رئيس الجمهورية برهم صالح تصريح له اليوم الثلاثاء أكد على إبعاد بلاده عن التوترات الحالية في المنطقة، وذلك خلال لقائه بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في بغداد. عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال وأكد بأن صعوبة نأي العراق بنفسه عن الصراعات الأقليمية والدولية، وأكد بأن العراق لا يمكنه أن نأي بنفسه وهو جزء من الصراع. ليش يابا؟ لأن أنتم أتباع إيران وتخلون مصلحة إيران هي الأولى والأخيرة، تجعلون العراق ساحة للصراع وساحة للحرب. تابع بأن العراق أصبح جزءا من الصراع، ودليل ذلك عدم تسليم الديون الإيرانية، خايف على الديون الإيرانية، وأوضح بأن ذلك يشير إلى أن العراق بدأ يلتزم بما يريده منه المعسكر الغربي، وأضاف: نحن دخلنا في المحاور شئنا أم أبينا وأصبحنا جزءا من المحور الغربي. وأشار إلى أن النائب النفس أصبح فكرة قديمة، وتحدث كذلك مسؤول في مكتب الكاظمي في وقت سابق بأن الوفد يسعى لتحقيق تفاهم مع إيران الدولة على حد تعبيره. إذن الكاظمي أرسل وفد إلى إيران ليتوسل بإيران لضبط ميليشياتها في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.